مرحبا متابعات ومتابعي حواراتنا على موقعكم. نستضيف في هذه الحلقة الحوارية الأستاذ عبد الرحمن رشيق، سوسيولوجي مختص في السوسيولوجيا الحضرية، له إصدارات عديدة في مجال تخصصه، آخرها والذي سينصب حوله موضوع هذا الحوار المجتمع ضد الدولة. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن، شكرا لترحيبكم بفكرة هذا الحوار. شكرا جزيلا وشكرا على الدعوة الكريمة. شكرا. بداية غنبداو الموضوع ديال الحوار ديالنا، طبعا غادي نصب على هذا الكتاب. يرصد الكتاب ويكتف واحد مرحلة زمنية غير يسيرة حول تطور الفعل الاحتجاجي بالمغرب. غالبا أستاذ ما ينظر يعني مراقبون سواء باحثون أو إعلاميون أو فاعلون مدنيون أو فاعلون في الحق الاحتجاجي إلى تطور الدينامية الاحتجاجية بشكل ينعكس على سياق سياسي، يعني يجعله أكثر انفتاحا مادام أن هذا الاحتجاج يحصل في مجال يتم فيه انتزاع مساحة للتعبير. خلال هذه المرحلة اللي رصدتوها في الكتاب ديالكم، هل فعلا ما هي المراحل التي تحقق فيها، وهل دائما تكون هذه النتيجة للفعل الاحتجاجي؟ دونك المراحل اللي مهمة إلا بغيتي باختصار هي الثمانينات. علاش الثمانينات؟ لأن هاد العشرية عرفت حركة تمردية، حركة عرفت انتفاضات جوان 1981 1984 وفي ديسمبر 1990، وهاد الحركات كانت مهمة لأنها كانت في قرينة أو في سياق تاع واحد النظام سياسي لمتسلط لأوتوريتير اللي ما كيسمحش آنذاك باحتلال المجال العام، ولو أن احتلال المجال العام هو مقنن ومضمون من طرف الدستور وقبل من الدستور تاع الدستور، من كل الدساتير اللي دازت على المغرب، حق الإضراب وحق المظاهرة هو حق مضمون. دونك في 1958 كان هذا لو كود دي ليبرتي بيبليك، 1958 كيقر وكيضمن الاحتجاج السلمي في المجال العام، هو 1958. ولكن ملي كنشوف فعليا واش هاد الاحتجاجات كانوا في المجال العام ولا لا، من 1958 كنلقاوها تقريبا غير موجوده، تقريبا غير موجوده، الا اذا استثنينا بعد احتلال المجال العام بصفات غير قانونيه، كمثلا التلاميذ، كمثلا الطلبه او بعض العمال انذاك. دونك احتلال المجال العام ما بدا بصفات سلميه بصفات حتى 1994 1995. ونستثنيو كذلك فاتح ماي، عيد الشغل، لحقاش هذاك عيد ماشي، ولو ان في احتجاجات كان كيكون العام ولكن ما كيهمناش حنا. دونك 1994 1995 تصادف انفتاح النظام السياسي المغربي، انفتاح على المجتمع. هذا الانفتاح كيفاش كيبان؟ بانما تقروا جوج دساتير 92 وفي 96، وكان الملك الحسن الثاني كان انذاك كيعرف راسو راه مريض ومريض جدا، بانما قرب يتوفى. دونك لازمو هذا من الحوايج اللي يمكن يفسروا لنا هذا التحول وهذا الانفتاح، لازم يضمن الانتقال من الملك الحسن الثاني الى محمد السادس. وتم الاتفاق او النقاش مع المعارضه انذاك، حزب الاتحاد الاشتراكي، باش يضمن لهم الملك الحسن الثاني، يضمن لهم ولو ما عندهمش اغلبيه برلمانيه، يضمن لهم يطلعوا للحكومه، باش من تما الى بغيتي، هذه هي اللي كانت استراتيجيه اللي كانت واضحه. وفعلا داك الشيء اللي طرا، بويع محمد السادس بويع من طرف احزاب المعارضه اللي كانت كتشكل معارضه قويه منذ الاستقلال. دونك في هذا السياق، في هذا الانفتاح، دارت واحد الحركه اجتماعيه اللي مهمه، واللي هي كانت الاصل تاع الاحتلال، او الا بغيتي
ستوغياش غادي يقول لك يديروا واحد تقليد تاع احتلال المجال العام، وهما اللي رصاو هذا الفعل اللي كنت غنلقى ارصاء تقليد احتلال المجال العام. بدات باعتصامات اولا في 1990 1992 1991 اعتصامات في مقرات تاع النقابات، مقرات بعض الاحزاب كلوا دي بي انذاك الى غير ذلك. ومن بعد كانوا كيحاولوا في 1991 دائما احتلال المجال العام، لكن كيصطدموا دائما بقوات الشرطه. فكانت محاولات كثيره حتى 1994 ظهر واحد المجموعه من هذه الحركه الوطنيه تاع العاطلين الشباب. ظهر واحد المجموعه اللي دارت واحد اعتصام امام مقر وزاره التربيه الوطنيه في 1994، وكانوا مئات الشباب العاطلين بنات ودراري. فهذا الاعتصام دام اكثر من 8 اشهر ليل ونهار، رغم القمع، رغم التفريق تاعهم في 2 الصباح، رغم الشتاء، رغم الشمس، رغم يعني. فصمدوا، ومن هنا بدات الانطلاقه الى بغيتي تاع ارصاء هذه القاعده تاع احتلال المجال العام بالمغرب. احتلال، اسمح لي غنكمل هذه الفكره دغيا، لان احتلال المجال العام في المغرب كان بالنسبه للتمثلات الاجتماعيه وحتى التمثلات الرسميه اللي كتقول راه كاين اضراب عام، بالنسبه لهم كيمشي عقلهم بان غادي تكونوا تمردات، اضراب عام يقابله تمردات في الذهنيات. لذلك فيما كتكون اضراب عام او محاوله الاعتصام او هكا كيسموا المغاربه ديك الساعه اضراب عام، كيبقاو يسدوا الحوانات، الترونسبور ما كتعرفوش خدام ولا ما خدامش، الناس ما كيعرفوش واش يمشيو للخدمه ولا ما يمشيوش، واش يمشي يقرا ولا ما يمشيوش. وكيخلق لك هذا واحد الجو مقفهر في المدينه، بحيث ان الدوله من جهتها حتى هي كدير العسكر تاعها خارج المدن الكبرى، لان عرف اضراب عام يقابله بالضروره تمرد او انتفاضه. دونك من بعد هذا الارساء هذا باش المغاربه بداو كيعرفوا بان راه تقد تكون مظاهره، ومظاهره صخبه، ومظاهره اللي جمعت 40,000 50,000 60,000 70,000 قبل هادشي من 2011، وكانت كتمر بسلام، كدوز بصفات هادئه، لا من ناحيه المنظمين زعما المتظاهرين، ولا من ناحيه الشرطه اللي كتسهر على التنظيم هذا. دونك من هنا بدا هذا التقليد من 1994 95 الى يومنا هذا. وهذا صادف، هذا التقليد هذا صادف سنه 2011 صادق تظاهرات اللي كانت في تظاهرات وانتفاضات اللي كانت في تونس ومن بعد في مصر. وهنا دازت الامور بخير. انا كنقول من الاطروحه اللي كندافع عليها هي اذا دازت الربيع العربي بخير، لانه كاين عوامل كثيره، ولكن اكثريه هي ان المغاربه ارصوا تقليدا للتظاهره والتظاهره السلميه. فلما كانت تظاهرة 2011 تاع 20 فيفري مرت بصفة هادئة، ولو أنها عبأت مئات المغاربة وتقريبا في 50 مدينة. ما يستخلص من كلامكم، خصوصا اللي كتهضر على المرحلة اللي سميتيها اتسمت بواحد الانفتاح سياسي. وكأنها كانت سابقة على هذه الديناميه الاجتماعيه ديال الاحتجاجات التي ستظهر. هنا يطرح سؤال، هل حينما ينفتح صراع سياسي حين ذاك يعني كتظهر تعابير ديال الاحتجاجات اكثر والاحتلال في الفضاء العام، ام ان العكس هو الذي يحدث، انه هذه الاحتجاجات تؤدي الى الانفتاح ديال، لانه تبدو انه وكان الاحتجاجات تكون حينما تسمح السلطه بذلك او لها مصلحه في ذلك. الانفتاح هذه معروفه بالنسبه للادبيات السوسيولوجيه، كاين اللي ما كيسميش هاد المظاهرات، هاد الحركات الاجتماعيه، ماشي الحركات الاحتجاجيه، الحركات الاجتماعيه، كيقول لك ما يمكن تكون حركه اجتماعيه بالمفهوم تاعها الا في ظل الديمقراطيه.
الديمقراطية معناها لا بريز دو لا بارول، معناها عندك صحافة مستقلة وعندها الحق في التعبير، من الإنسان توا عنده الحق في التعبير، عنده الحق في التجمعات إلى غير ذلك. من غير هادو يصعب بالنسبة للمحللين مثلا ألان تورين في فرنسا، يصعب الحديث على حركة اجتماعية، وإنما على إلى بغيتي ريزيستونس، مقاومات، من هنا مقاومات أو انتفاضات اللي غير منظمة، ما عندهاش أهداف الحركة الاجتماعية، عندها أهداف اللي واضحة، كاين اللي عندهم مشروع مجتمعي منظمين باينين. كتعرف أن السكرتير جينيرال شكون، الرئيس تاعها شكون، المناضلين شكون، بخلاف الانتفاضات اللي عرفتها في 80 و 84 و 81 اللي ما كتعرفش شكون اللي وراءهم. لأن خصنا نميزوا بأن الإضراب العام وحده والتمردات أو الانتفاضات وحده ما عندهمش علاقة بيناتهم. دونك خاش الناس عندهم خلط كيقولوا الإضراب رطرت في هذا، لا الإضراب وحده، ولكن هذيك كما قلت لك هذاك السياق وهذيك القرينة اللي دات فيها اللي كيدوز فيها اللي كان كيدوز فيها الإضراب العام كتسمح بانتفاضات، انتفاضات اللي غير منظمة إلى غير ذلك. دونك الانفتاح السياسي باش نجاوبك على السؤال مباشره يساعد على ظهور حركات احتجاجيه، يساعد ما كاينش، لان صعيب تكلم مثلا على حركه اجتماعيه في الصين الشعبيه، ما يمكنش، ولا في ايران، ولا في روسيا، كتشوف في روسيا الناس اللي كيكونوا ضد الحرب مثلا في اوكرانيا، صعيب باش واللي كيخرج كيمشي يدير الناس راه يمكن باغيين يخرجوا ولكن ما قدوش، خاص عارفين بان النظام السياسي اللي متسلط ومتسلط جدا. تكلمتي كذلك على البدايه ديال موجه الاحتجاجات الجديده مع 2011، في الكتاب ديالك كتحرص سنه 2013 حدث فيها نوع من التحول، يعني وكانها مرحله اللي بدا فيها واحد النوع من الانغلاق الجديد. شنو كانت المظاهر ديالو وكيفاش رصدتوه؟ ما تمظهرات هاد الانغلاق الجديد؟ صحيح، مزيان عطيتيني لوكازيون باش نتكلم. في 2013 اولا كاينين معطيات احصائيه اللي كتصدرها وزاره رسميه، اللي كتصدرها وزاره كتصدرها زعما ديال وزاره، ماشي كتصدرها حقاش غير متاحه للعموم، وانا طلبتهم شحال من خطره في اطار البحوث تاعي ما كيعطيوش الاحصائيات. دونك هاد الاحصائيات خديتهم بصفه الى بغيتي هذا موجودين تاع سميتو تاع وزاره الداخليه، واللي كتبين بان ما كاين من 1900 من 2008 كانت مثلا كانت 5091 احتجاج، في 2009 كانت 6400، في 2010 كانت 8000، في 2012 بلا ما نهضروا على 2011 لقاش احتجاجات ديك الساعه، 2012 18750 كتلاحظوا بان هنا كاين تصاعد، حتى 2014 كتهبط الاحتجاجات، الارقام ديما الارقام من وزاره الداخليه، ارقام رسميه، كتهبط ل 11300. دونك علاش هذا الهبوط 2013؟ لان من بين كاين بزاف تاع كاين بزاف العوامل، ولكن كنركزوا على العوامل اللي مركزيه، هي اولا طلوع حزب عنده اغلبيه جديده اللي هو العداله والتنميه، واللي كان دائما رئيس الحكومه كان دائما كيقول في الخطابات تاعو بان ما حنايا انتخبنا الشعب غادي نسهروا على تطبيق القانون. ما هو تطبيق القانون؟ بانما اللي ما عندوش رخصه لاحتلال المجال، ماشي حتى رخصه ديكلاراسيون، ما عندوش اعلان، خصك قبل ما دير وقفه احتجاجيه في المجال العام خصك دير واحد الاعلان لوزاره الداخليه بان ما راه غادي ننظموا في النهار الفلاني وشكون حنايا الى غير ذلك. اللي ما عندوش دونك هذا الاعلان سوف يواجه بالقمع، لان ما عندوش حد. دونك هذا سي اذا بغيتي سي ان غوفرنمون ليغاليست اللي كيقول لك حنا جينا هنا باش نسهروا على القانون، القانون دونك غادي نمنعوا اي واحد ما عندوش الحق يكون في يحتل المجال العام لانه كيخلق فوضى لانه الى غير ذلك. وشكون اللي كان اكثر الناس اللي كانت كتحتل المجال العام في 2011 من غير الربيع العربي 2012 2013؟ كاين حركه 20 فبراير
وكانوا الحركات ديال الشباب العاطلين، كانوا راه بقى تعقلوا في هذه الفتره، كانوا دائما في شارع محمد الخامس امام البرلمان كيبلوكيو حركه المرور الترامواي الى غير ذلك، فوجهوا بالقمع. وتم 2015 2016 تم ادماجهم في اغلبيه منهم، تم ادماجهم في التعليم لان كان خصص كبير في التعليم، وبذلك تقلص عدد الاحتجاجات في المغرب. دونك كاين بزاف الحوايج، ولكن هذا كان كيبان لي انا هو العامل المهم. جاء في الكتاب ديالكم استاذ انه تميزت المرحله ما بعد الكولونياليه وخاصه في سنوات الستينات والسبعينات بصراع بين الملكيه والاحزاب الوطنيه سليله والاحزاب السياسيه سليله الحركه الوطنيه. اذا اردنا توصيف ما يميز الخلاف الصراع او الخلاف في السياق ده الحالي، هل ما زال لهذه الاحزاب يعني من دور في تدبير ديال الحقل السياسي؟ كتعرفوا هذه الكل تحدث عن ضعف الاحزاب السياسيه وكذلك النقابات، وهذا الضعف كيبان من ناحيه التعبئه، واش هاد الاحزاب كيمكن ليها تعبئ لتحقيق مطلب ما او مشروع اجتماعي او سياسي الى غير ذلك. هذا دخلني في نفس السياق اللي تكلمت عليه الان، بان ما حتى الى حياتي السادتي باقا كتعبئ وكتعبئ كثير، الناس كتخرجهم للشارع وكيديروا اضرابات كيديروا تظاهرات الى غير ذلك، ولكن من غير هادو كاين ضعف كبير. ولاحظنا خصوصا الى بغيتي تتكلم على مرحله كورونا 2020 الى الان، فالدوله بينت بان ما راه ليوتوريتي بان ما راه الدوله صحيحه، بان ما يمكن لها تمنع اي واحد يبغي يحتل المجال العام بدون يحتل المجال العام، كان ممنوع. وهنا الدوله بينت بان ما راه دوله قويه، دوله يمكن تحافظ على الوضع الاجتماعي. يعني في ظل هذه المقارنه ديال الوضع الحالي اللي الدور اللي ممكن اللي كتلعبوا الاحزاب والضعف ديالها في التدبير ديال الصراع الاجتماعي والسياسي، واش برزوا فاعلون جدد؟ يعني اللي فاعلون جدد يعني الدوله طبعا راه فاعل ثابت ومركزي، ولكن بالمقابل من هم هاد الفاعلون الجدد اللي كيساهموا في التدبير ديال هاد الحقل ولا النزاع او الخلاف السياسي او الصراع السياسي كله كيفاش كي في نفس السياق؟ كاين بوحوت واشتغلت من واحد منهم اللي عملته المعهد الاستراتيجي، المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجيه، واللي كتبين مشكله كبيره اللي هي عدم ثقه المغاربه في الاحزاب، وهذه مهمه بزاف لان كيمكن لها تشرح لك هذه المساله اللي قلتي، هذا الضعف اللي هضرنا عليه. من المميزات وهي عدم الثقه، ما بقاش كادو كيجيو كيخدموا المصالح تاعهم وكيمشيو، كيشوفوا البرلمانيين كيشوفوا اسميتو، خصوصا في مرحله تاع البي جي دي هذيك 10 سنين كيشوفوا، كتشوف ديما التصاور تاع بن كيران كيفاش كان، كيفاش ولا الراميد كيفاش كان، كيفاش ولا غير ذلك. الناس في التمثلات تاعهم كيقولوا هاد الناس كيجيو باش يخدموا المصالح تاعهم فقط، ما كيخدموش مصالح المواطن. هاد التمثلات كثيره واللي يمكن لها تفسر حتى المشاركه الضعيفه جدا في الانتخابات، خصوصا في ضواحي المدن الكبرى. دونك كانوا فاعلين جدد اللي برزوا في هذا السياق، هذا السياق تاع عدم الثقه في المنظمات النقابيه او السياسيه او الحزبيه. لذلك بانوا تنسيقيات. التنسيقيات هو فاعل جديد، معنى التنسيقيات هي حنايا ابوليتيك، حنا ما كنديروش السياسه، حنا الهدف تاعنا هو هذا، حنا باغيين الشغل، حنا باغيين الزياده في الاجر، حنا بغينا الترسيم من اشياء الاشياء، حنا بغينا الى غير ذلك. دونك كل ما هو سياسي ما كاينش، لا شادي باش تكون التعبئه
شاملة، بأنما التنسيقية يمكن تعبئ الإسلاميين، يمكن تعبئ الناس تاع الاتحاد الاشتراكي، يمكن تعبئ الناس تاع البيباس، يمكن تعبئ مواطنين اللي عاديين، موظفين اللي عاديين اللي ما عنده حتى انتماء. وهذا هو الهدف، وهذا هو بغيتي النجاح في الأول، بأنما تحاول تعبئ أكبر عدد ممكن بخلاف الأحزاب. خص تكون في الحزب فلان فلاني أو النقابة، خص تكون ما تعبئ إلا المناضلين، إلا المناضلين تاعها. دوك هاد التنسيقية تلعب دور لي مهم. وكاينين الحركات اللي تكلمت عليهم، حركة الشباب أو الحركات اللي كاينين الآن واللي كاينة بقوة، هي حركة المتعاقدين. دونك كيتسموا الاطار، كيتسموا المتعاقدين، كيتسموا مجبرين على التعاقد الى غير ذلك. هذه حتى هي حركه اللي قويه واللي ابوليتيك، ما عندهاش اذا بغيتوا على الاقل في لا فيزيبيليتي، ما كيبانش بانما عندهم هدف سياسي او هدف نقابي. اللي مهم عندنا احنا بغينا الادماج في الوظيفه العموميه. دونك يمكن لك تعبئ، يمكن لك تجمع اكبر عدد ممكن من المحتجين. كيطرحوا واحد جوج الاسئله في هاد مع هاد الفاعلين الجدد اللي راك رصدتيهم في هاد التعبيرات الاحتجاجيه الجديده. المساله الاولى هو انه في المرحله اللي كانت فيها الاحزاب قويه، عندها طبعا الياتها الهيكليه اللي كتسمح بتدبير ديال الصراع مع الدوله عبر امكانيات ديال الوساطه اللي كتتيحها طبيعتها التنظيميه. كيطرح هاد المساله مع هاد الاشكال الجديده، كيفاش ممكن التدبير ديال هاد الصراع مع السلطه. المساله الثانيه هضرتي لانك تقدم نفسها كابوليتيك، يعني ما عندهمش علاقه بالسياسه، وهذا اشكال دائما ما يطرح. هذه الحركه تحاول ان ترمي عن نفسها تهمه وكانها تهمه انها عندها طبيعه سياسيه، في حين السلطه غالبا ما تقول ان وراءها جهات سياسيه. هل يمكن ان يكون لفعل احتجاجي أن يكون خاليا من السياسة في الحقيقة؟ لا صعيب، ديما الفعل الاحتجاجي ديما عنده، أولا اللي كطالب بالشغل كتدخل في صراع مع مباشرة مع وزارة التربية الوطنية، دونك مع الدولة. ملي كتحتل المجال العام كتدخل مباشرة في صراع مع الشرطة أو لا مع وزارة الداخلية. البعد السياسي ديما حاضر، ولكن اللي كيكون مخبي هو الانتماء السياسي للمحتجين. مثلا باش غادي نعرف هنا راه العدل والاحسان كاينين داخل تاع المتعاقدين، واش كاين ديك الساعه، واش كاين البام، واش كاين الاتحاد الاشتراكي، واش كاين، وحتى كاع الا كانوا ماشي مهم لحقاش هما كيحبوا وبالضروره كاينين. ووزاره الداخليه كتقول بان ما راه المعبئين، كتقولها رسميا زعما في البرلمان تصريحات تاع الفتيت، بان ما كاين العدل والاحسان كيحرك هاد التظاهرات تاع الاساتذه المتعاقدين. وست رصدتوا المرحله ديال من 1990 1996 انها كانت مرحله تمهيديه للفعل التظاهري، واللي تزامنت مع واحد المسلسل ديال انفتاح ديال النظام السياسي، وانه في هذه المرحله كانت هاد الزخم الاحتجاجي كان كيلقى له صدى في الاعلام. هاد العلاقة مع الإعلام كيف تغيرت الآن في ظل هذا السياق الجديد اللي ظهرت فيه حتى تغيرات، يعني أبر كاينة تغيرات على المستوى السياسي، كذلك على المستوى التكنولوجي، وسائل التواصل الاجتماعي الآن أحيانا تتحول حتى الحقل ديال الاحتجاج، يعني مثلا المقاطعة، مؤخرا واحد الظاهرة جديدة، الشاب الذي أقدم على إحراق نفسه يعني على المباشر وقال على انه قام بذلك احتجاجا. كيفاش كترصدوا هاد التحول في العلاقه مع الفعل الاعلام؟ دونك كما قلت كاين سياق جديد اللي بدا خصوصا من 2011 مع حركه 20 فبراير، فهاد ما سمي بالربيع العربي، الناس بدات كتشارك بزاف ولاحظوها في سميتو في المعطيات الاحصائيه، شاركت بزاف ولا انخراط كبير في فيسبوك لتتبع ما يجري في تونس، لتتبع ما يجري في المغرب، كان خيارات كبير. وكان الانترنت زعما ما كانش عنده كما الان، ما كانش عنده صدى كبير بين الشباب. الان ما كاينش غير فيسبوك، كاين تيك توك، كاين الواتساب الى غير ذلك، فهادو كيلعبوا دور التعبئه، ولكن التعبئه تاع ناس اللي غير مرئيين. دونك يمكن يكون واحد من البي جي دي، قد يكون واحد من العدل الاحسان، قد يكون واحد من النهج الديمقراطي، قد يكون، ولكن ما كتعرفوش شكون. وكاينين تعبئات اللي نجحت، منها كما ذكرتي المقاطعه، والمقاطعه راه كانت قبل
في كنظن شي عام قبل كانت ضد أخنوش لأنه كان يملك إفريقيا إلى غير ذلك، كانت مقاطعته من طرف الإسلاميين خصوصا ملي أخنوش ما سمي بالبلوكاج البلوكا بن كيران بأن ما لابد من يدخل الاتحاد الاشتراكي للحكومة وإلا ما كاينش حكومة. فانتقاما منه اللي كيبان كانت واحد الحركة مقاطعة تاع إفريقيا بوحدها تاع ليسونس تاع إفريقيا، ولكن ما نجحتش، الناس بقاو كيمشيو لإفريقيا إلى غير ذلك. علاش نجحت سنة من بعد هاد المقاطعة؟ هذا هو السؤال الكبير. وكانت لا ديزو كان خيرات كبير ماشي غير في الفيسبوك، ماشي على مستوى الكلام، حتى على مستوى الواقع، انما الناس ما بقاتش كتشري ماركات لي هذه علامات تجاريه اللي مغربيه، سيدي علي دانون كذلك، و ليسونس كان هذاك ما كيبقاش غير احتجاج الا بغيتي افتراضي، وانما احتجاج اللي كيمس الواقع، وهذا كان صعيب وصعيب جدا، لان الدوله بالنسبه لها شيء جديد. وكانت كتقول في الاعلانات الرسميه تاعها تقول بان ما هذا حدث عابر، دونك ديجا شنا هذا الشيء في المقاطعه تاع قبال، ديجا شنا شحال نقاطعوا هذه قطعوا هذه سابا مارشي، ولكن هذه تداعيات اقتصاديه تاعها ماشي فقط على مباشره على هذه العلامات التجاريه الثلاث، ولكن على الاقتصاد الوطني. كتسمعوا الفلاحه كيبداو يبكيو ما عندهمش يبيعوا اللبن يبيعوا الحليب. فهذه مسائل اللي جديده واللي عرفتها ولحد الان، داكشي علاش قلت لك صعيب نتكلموا على حركه احتجاجيه الا ما كانوش الناس الفاعلين معروفين. خصنا نعرفوا الفاعلين واش عندهم ايديولوجيا، سميتو شكون، واش كينتمي للماضي ديالو، باش يمكن لك تحل هذه. لا، كاين اون ماس تاع الناس اللي كتقول لك المعارضه، واللي صعيب كما قلت لك في هذه هي هذه المعارضه عندها تاثير كبير على الاقتصاد الوطني. استاذ، في الاطر النظريه اللي راك عرشتي عليها في الكتاب اللي كتحاول تقارب هاد الحركات الاحتجاجيه والحركات الاحتجاجيه الجديده، رصدتوا كذلك البعد العاطفي في هاد الحركات، ورصدتوا اللي ممكن يكون مثلا حتى في البعد ديال الانتماء، وانه في واحد المرحله من المراحل كان المغرب كيعرف نوع من الاحتجاجات مظاهرات اللي عندها علاقه بشعوب في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مثلا مع العراق مع فلسطين. واش ما كتلاحظوش حاليا كاين تراجع في هذا الفعل الاحتجاجي من هذه الطبيعه؟ واش هذا كيعكس واحد التركيز ربما اكثر على الهويه المحليه او على الاشكالات المحليه ديال المغربي بخصوص ما يتعلق بمعيشه وظروف عيشه؟ صحيح، مزيان عطيتيني ثاني لوكازيون باش نتكلم على هذه، حقاش نسيت بانما نبل الاحتجاجات اللي كانوا سلميين كيفاش فرضتها عاوتاني في الاحزاب والنقابات، نقابات احزاب المعارضه، كان هاد ما سميتو بالحركات الاجتماعيه العاطفيه، بانما ارجعوا دائما للمبدا تاع نحاول ان نعبر اكبر عدد ممكن. وكيفاش يمكن لك تعبئ عدد؟ خصك تشدو شي حاجه اللي عاطفيه. واشنو هي الحاجه اللي عاطفيه واللي تقدر تعبئ اكبر عدد ممكن؟ هو فلسطين، هو الحرب ضد العراق، هو التشيتشين، هاد سميتو هاد الاحتلال المجال العام كان كيتم بهذه الطريقه واغراض اخرى اللي عارفينها الناس اللي الفاعلين، وعارفين حتى الدوله ديك الساعه الدريس البصري عارف بانما راه ما كدارش فقط لتعبئه، باش تقول بانما انا راه قوي، بانما رانا يمكن نعبئ داخل المغرب ناس كثار ضد الدوله، ما كتبقاش غير فقط تعاطف بالنسبه للفاعلين، ما كتبقاش فقط تعاطف مع الفلسطينيين، لان ملي كتعبئ الناس على فلسطين كتعرفوا المغرب كيخرج كل شيء من الاسلاميين اليساريين القاعديين الراديكاليين الى غير ذلك، وحتى المواطنين اللي عاديين فكيخرجوا. كانت على حسب الاحصائيات اللي تعطات من احزاب المعارضه انذاك 700 ألف واحد تعبئت في مدينه الرباط، وهذا رقم ضخم،
وحتى هذا ساعد باش نرجع الفكرة الأولى في ترسيخ الاحتلال، وهذه النقطة اللي مهمة، احتلال السلمي للمجال العام، للمجال العام، لأن دخلنا في هذه، وهذه النقطة اللي كتبان لي مهمة، بأن الناس ما بقاتش كتخاف من المظاهرات، ما بقاتش كتخاف من الإضراب العام، ودازوا إضرابات عامة، ودازوا الحوانت كيبقاو حالين، لي مكازا كيبقاو حالين، القهاوي كيبقاو حالين، كيدوز كل شيء على ما يرام. دونك هذه النقطة كتبان لي مهمة، والآن علاش كاين تراجع، كاين عامين تاع كورونا، دونك هذه واحد بارونتيز في الحياة تاع المغاربة، ما الاحتجاجات كانوا قلال. تاع اخر 2021 عاد باش بداو شي احتجاجات كيبانوا، ماشي احتجاجات اللي صخبه، لان النقابات اللي مسؤوله، احزاب مسؤوله، ما يمكنش عاوتاني تغامر في التعبئه تاعها، ويمكن عاوتاني حتى ما تنجحش في التعبئه. حتى هذا الهاجس راه حاضر بالنسبه للفاعلين، بان راه ماشي غتجي ودير مظاهره، تقدر دير مظاهره ويبان بان راك عبأتي مثلا 100 واحد، وهذا فشل ذريع، ما كيبغوش حتى الفاعلين ما كيبغوش يوصلوا ليه. ملاعب كرة القدم، أين يمكن تصنيف ما يحدث في ملاعب كرة القدم أحيانا من تعبيرات فنية، احتجاجية، شعارات، فين ممكن يتصنف؟ احتجاجات الملاعب كرة تقوت بصفة بارزة من 2016 ترى، وتمنعوا ليزويلترا، وزارة الداخلية منعت، لأن كان شي هذا ماتش تاع الرجاء ومات فيها شي دري هذاك الشيء، وكان سبب في منع ليزولترا من التظاهر من دخول الملعب كإلترا كمجموعات. من بعد تعطات لهم الرخصة، من بعد كنظن سنة إلا باقي كنتذكر، ولا الترخيص لهاد الناس، وفي المقابل حتى واحد ملي كنقول لك هاد الانفتاح السياسي غادي وكينغلق، والناس كتشوفها بان ما كتشوف بزاف، بان المتظاهرين يكونوا الاساتذه ولا المعلمين ولا غير ذاك يقابلون بطريقه زعما سيستيماتيك، هذا يقابلون بالعنف، فالناس عندها هاد التصورات. واحسن حاجه باش نعبروا على الغضب ديالنا هو نمشيو كره الملاعب كره القدم، هنا كتعبر بتلقائيه، وكاين لي زونترا اللي منظمين واللي عندهم زعما عندهم ما نقولش مشروع، ولكن عندهم تصور تاعهم الخاص، تصور سياسي ولا تصور هذا، واللي كيحاولوا يعبوا باكثر. وملي كتشوف الاناشيد اللي كتغنى لا تاع اتحاد طنجه، من بعد الرجوي الودادين الجيش عاد باش اتحاد طنجه، بانما غضب اللي كيعبر على غضب الكبير وكثيف. استاذ انت امام صوره ديال شباب يافعين في ملاعب كره القدم يرددون شعارات حول واقع البطاله والهجره الى ما الى ذلك، وبين صوره ديال ناس فاعلون مدنيين او حقوقيون او فاعلون سياسيون مثلا امام البرلمان يحتجون بشعارات مغايره، ربما هو نفس المضمون، لكن هذا جيل يحمل مثلا موروث الستينات والسبعينات الى غير ذلك، وبين شباب بدون هذا الارث، كيفاش كتلاحظ هذا التباين بين الاجيال على المستوى ديال التعبير الاحتجاجي؟ كيبان لي هذا التعبير، كيبان لي التعبير تقريبا واحد، لان شنو الغرض من هذا؟ هو تنديد بوضع اجتماعي لا يطاق، لا بالنسبه للشباب الان اللي كيبانوا في فيسبوك، لا بالنسبه للناس اللي عاشوا سنوات الستينات، سنوات الرصاص كما قلت، السبعينات والثمانينات. فكنظن التعبير واحد، هذوك الجيل اللي كتكلم عليه هو جيل اللي منظم سياسيا، كتلقى في حزب، كتلقى في منظمه حقوق انسان، منظمه حقوقيه، كتلقى في الى غير، فهو الى بغيتي مناضل ماشي مواطن عادي، اللي كنلقاهم مثلا في الملاعب، ملاعب كره القدم كاينين بزاف اللي غير تابعين، ولكن اللي زلت راه كما قلت لك ناس فاعلين واللي منظمين وعارفين اش كيديروا. ملي كتشوف الشعارات تاعهم راه شعارات اللي قويه،
ولكن حينما نلمس التأثير ديال هاد الفاعلين المدنيين في التأطير مثلا من ضمنهم هاد الشباب هذا، واللي الكل يرصد على انه تأطير ضعيف ولان هناك تراجع للدور ديال المجتمع المدني بالنسبة للشباب. نعم بالنسبة للفاعلين المدنيين الكلاسيكيين. نعم. كلاسيكيين يلاحظ دائما ان هناك ضعف وتراجع للدور ديال هذا المجتمع المدني. اين يكمن الخلل؟ واش في انهم ما كيواكبوش مثلا طموحات ولا تعابير مختلفه، لغه جديده ديال الجيل الجديد باشكال العمل المختلفه؟ كنظن بالنسبه لهذا الجيل اللي كتحدثي عليه، كان دائما لقاش الصحافه، وانا هذا من المؤاخذات اللي كنديرها للصحافيين وحتى الباحثين، هي كيهضروا على تزايد الاحتجاجات، دائما تزايد الاحتجاجات. هو لا يملك اي رقم، ما عندوش رقم، ما عندوش معطيات احصائيه. وملي كتشوف ملي كنشوف انا معطيات الاحصائيه، كتشوف بان ما كاين تراجع عددي رقمي تاع الاحتجاجات. كما قلت لك من 2013 الى يومنا هذا، بدون الحديث على عامين تاع كورونا، فهناك تراجع، ولكن التراجع على مستوى كما قلت لك العددي، لان وزاره الداخليه بالنسبه لها مظاهره الا شاركوا فيها خمسه الناس ولا سته ولا سبعه الناس ولا عشره كتسمى مظاهره واحده ولا وقفه واحده. وبحيث نقدروا نلقاو وقفات اللي قليله عدديا عشره، ولكن كتعبئ ناس اللي كثار. مثلا ملي كتشوف الطلبه اللي كانوا في الطلبه، الاحتجاجات تاع الطلبه الاطباء، ملي كتشوف بان ما عبئوا ناس كثار في الشارع العام، ولمده كانت غادي توصل لسنه بيضاء في هذيك السنه. وملي كتشوف التعبئه اللي كديرها الان من 2016 ولا 2016 2017 الى يومنا هذا، الاساتذه المتعاقدين ولا الاطر، ولا باش ما نشبهش الصداع مع حتى شي واحد، كل واحد يسمي كما بغى. هاد الاساتذه دونك اللي كيعبئوا الاف تاع الناس، الاف. دونك حتى ملي كنشوفوا الاحصائيات الواحد يحتاط، انما ماشي راه طلعوا، لان ها الاحصائيات كيفاش كدار؟ اذا كانوا قلال راه قد يكون مثلا 18000، ولكن كاين واحد ثلاثه احتجوا، واحد جوج عائلات احتجوا هنايا، واحد 15 واحد احتجوا هنا الى غير ذلك، ولكن كيتحسب في الاحصائيات بان ما احتجاج. دونك الواحد ياخذ حتى الاحصائيات واحد شويه من جاء استاذ في الكتاب ديالكم فكره ان اهميه مؤسسه المجتمع المدني تكمن في وظيفه الوساطه اللي كتخليه يلعب الدور ديال الواقع، وان هذه المؤسسه تسمح بتليين الصراعات الاجتماعيه ونزع فتيل العنف الجماعي وتجنب الصدام الدائم مع الدوله. هل بمقدور المجتمع المدني الحالي بحالته الحاليه لعب هذا الدور؟ كيلعب هذا الدور، كيلعب. والمجتمع المدني دخل فيه حتى الدور اللي كتلعبه النقابات في تليين ولا في تلطيف الاجواء، لان اي مجتمع ما يمكنش يعيش، ولا مجتمع سياسي ولا مجتمع ما يمكنش يعيش بدون وساطات اجتماعيه. دونك سينو غادي نوليو في فوضى عارمه ولا بد من هذه الوساطه. ولكن هذه الوساطه من خلال بزاف الابحاث اللي عملنا، هي وساطه اللي الا بغيتي ضعيفه، واللي كتبان حتى على مستوى، الا بغيتو نمشيو لمستوى اخر، على مستوى العلاقات تاع الجيران. بانما العلاقات تاع الجيران خصوصا في المدن الكبرى فهي علاقات منطويه، كل واحد منطوي على نفسه، وحتى الا بغيتي تحتج على مكان ما يصعب، لان ما كتعرفش الجار تاعك على اللي فوق منك ولا هذا ما كتعرفوش مزيان. دونك والناس كتبغي ديما ما يسمى بالتقار، يسمى ديما انا ما باغيش صداع، انا هذاك ما بغيتش نعرفه الى غير. فهاد العلاقه الهشه اللي كاينه يمكن لها حتى هي تفسر، ها، الى جانب عوامل اخرى يمكن لها تفسر هاد التراجع تاع الاحتجاجات. فملي كتكون عندك الانونيما سوسيال، الناس ما كتعرفش بيناتها، يصعب تعبئه الناس، بخلاف اذا كان الناس كيتعرفوا بيناتهم سهله دغيا يمكن لك تعبئ الناس على طلب ما. استاذ سؤال ما قبل الاخير، ورد كذلك في الكتاب لأن الانظمه المتشدده كتحرم نفسها، يعني تعاملها المتشدد تجاه المجتمع المدني او تجاه الاعلام او الفاعلين السياسيين كيخليها تحرم نفسها من التقاط اشارات تحذير او تنبيه.
هل الدولة حاليا، نهضروا مثلا على المغرب، هل الدولة حاليا بما لديها من وسائل رصد ومراقبة وترقب في حاجة لأن التنبيه ديال الفاعل المدني أو فاعل إعلامي اللي تدرك مثلا المخاطر التي قد تحدق بها؟ دونك اللي كنقول هنا هي حيت هناك رأي كيقول ما الدولة ما محتاجاش تنبه. لا، الدولة ديما محتاجة أول الوساطة اللي تلطي في كما قلنا تلطي في الأجواء. وأنا كنشوف الدور اللي كتلعبوا بعض النقابات في المغرب اللي كتلعب بين اللي كيكون صراع بين العمال والباترونات تلطي في الأجواء، كون ما كانوش النقابات غادي نوصلوا لمسائل اللي خطيرة جدا، لأن النقابات ولا أي مؤسسة منظمة كتكون مسؤولة، ما يمكنش لها دير اللي بغات. مسؤولة أمام المناضلين تاعها، أمام الدولة، مسؤولة أمام نفسها كذلك، فما يمكنش لها تغامر. إلا ما كانتش هذه الوساطة، هذه الوساطة الاجتماعية غادي يكون مغامرة. وهذه الوساطة الاجتماعية ولا هذه التعبئات اللي كيكونوا فهي بالنسبة لي أنا ترمومتر تاع لا فيها، كتقول لك بان ما راه قضيه راه سخونه ولا قضيه الان كاين غلاء المعيشه اللي كثير، ولكن في المقابل ما كاينينش احتجاجات لحد الان. علاش ما كاينينش احتجاجات؟ لان النقابات لعبها الدور تاع الان هادئه، الاحزاب هادئين، كل الاحزاب ما كاينش احزاب اللي كتعبأ ضد. ولو كتشوف في فيسبوك ولا في الواتساب بان ما غلاء المعيشه وخصنا هذا نديرو خصنا هذا، لحد الان السكوت. ولكن هذا حتى واحد ما كيعرف بان ما لحقاش ملي كيكون انفجار اجتماعي راه صعيب الواحد باش يتنبأ به. صعيب في دوله اللي سلطويه، ماشي في الدول اللي الا بغيتي ديمقراطيه. صعيب مثلا لو مور دو برلان، حائط برلان ملي طاح ما كان حتى واحد كيتوقع. انا شفت دونك اذا بغيتي احتجاجات الاجتماعيه مهمه بالنسبه للدوله، لانها بالنسبه باعتبارها كترمومتر شنو بالعربيه؟ معيار، مقياس، كاين شي حاجه محرار. كاين المحرار دونك هو اللي كيعطيك درجه اذا بغيتي تاع السخونيه. السؤال الاخير استاذ، قدامك يعني الفاعلين في حقل السياسة وفي حقل المجتمع بوضعياتهم كيف ما كترصدها كسوسيولوجي، وضع مكانة الدولة، الأحزاب، المجتمع المدني، الحركات الاحتجاجية الجديدة، والوضع الحالي، الوضع السياسي الحالي بعد الحكومة الجديدة والخروج من أزمة كورونا وسياق دولي، كيفاش كتشوف الآتي القريب ماشي البعيد؟ الإرهاصات اللي كاينين هي كما قلت لك اللي مهمة اللي كتبان لي أنا في الاحتجاجات، هو إرساء هذا الأسلوب الحضاري في احتجاجات في احتلال المجال العام. والدليل هو اللي شنا في سميتو في الحسيمة. الحسيمة راه كانت احتجاجات على مدى 7 أشهر تقريبا بدون لا تدخل عسكري ولا تدخل، رغم ما كان في الثمانينات راه كينساو الشباب تاع دابا بان ما كانوا الطنوقة في الشوارع تاع المدينه وكانوا العسكر كيتيريو اللي حل الشرجم كيضربوه. هذه المسائل لا تتصور، انا كنتمنى ما عمرنا حتى في التصور حتى ما عمرها ما تكون. وهذا هو الاتجاه اللي غادي فيه، هو اتجاه لمحاولة تقلص العنف، والعنف بصفة عامة ماشي فقط العنف الجماعي، حتى العنف ولا العنف منبود، لا العنف اتجاه المرأة، لا اتجاه الأولاد، لا اتجاه الأستاذ، لا اتجاه، فالعكس كان قبل العنف بمثابة الرجولة وبمثابة هذاك راه بحال دار شي حاجة. بهذا متابعات متابعي موقع لكم نأتي على ختام هذه الحلقة الحوارية مع الأستاذ رشيق، كنشكركم كثيرا على ما جدتم به من تحليلات ومن معطيات، كذلك نتمنى اللقاء في فرصة أخرى، وشكرا لكم على المتابعة. شكرا لك وشكرا للضيوف ديالنا. شكرا النجاين والرباط.